أهلا وسهلا بكم في صندوق العجائب. رجاء اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم التسجيلات القادمة. وقف التضامن مع كل المتألمين في منطقتنا مهما كانت ديانتهم، فلا أحد منا اختار دينه ولا عائلته ولا اسمه. في عدة أسابيع أباد نتنياهو أكثر من 14,000 طفل فلسطيني و10,000 امرأة فلسطينية، لذنب واحد أنهم غير يهود. فلو كانوا يهود لقامت الدنيا لحمايتهم. كل ذلك بمساندة النظم الغربية سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وتخاذل الدول العربية والإسلامية، قنوات تنوير وتبشير أو تدعي التنوير والتبشير. أنا لست مع إسرائيل ولا مع حماس، لا مع حماس ولا مع إسرائيل. أنا أطالب بدولة، دولة مواطنة مع حقوق متساوية للجميع مهما كانت ديانتهم، كما هو الأمر في سويسرا التي ترجمت دستورها للغة العربية بناء على طلب الحكومة السويسرية. بعد وقفة التضامن هذه والترحم على ضحايا منطقتنا، أريد أن أترحم هذا اليوم خصيصا على من توفوا في موسم الحج هذا. فقد قرأت أخبار بأنه توفى في موسم هذا الحج الآلاف، غالبيتهم من المصريين بسبب الحرارة. أدعو لهم بالرحمة والشفاء للمرضى منهم والعودة بالسلامة إلى ديارهم أجمعين. والآن أريد أن أكرر ما كتبته لي إحدى السيدات رافضة ترحمي على المرحومة نهى محمود السالم، متهمة بأني مصاب بمرض انفصام الشخصية لأنها أختنا المرحومة نهى لا تؤمن بالآخرة. أجبتها، هي كتبت تقول: دخلت أقرأ التعليقات، حسيت أني دخلت على أشخاص يعانون من الشيزوفرينيا، انفصال الشخصية. أسأل الله أن يرد لكم عقولكم، حطوها في ثلاجة عشان ساحت. والراجل اللي اسمه سامي ده بيقول عليها مرحومة. طب حضرتك هي ذات نفسها قالت أن بعد الموت لا ثواب ولا عقاب، من الذي سيرحمها؟ أين عقلكم يا تنويريين؟ يعني هي بذات نفسها بتقول إن اللي بيعمل خير زي اللي بيعمل شر، يعني اللي قتلوها وعذبوها ما لهمش عقاب بعد الموت. كيف يستوي الأعمى والبصير؟ هذا ما كتبته تحت إحدى تسجيلاتي السابقة. أجبتها: لا دخل لي بإيمانها، أنا أترحم حتى على المسلمين رغم أني لا أعترف لا بدينهم ولا بإلههم. عندما قتلت الصحفية المسيحية شيرين أبو عقل على يد القوات الصهيونية، أصدر رجال دين مسلمون قرار عدم الترحم عليها لأنها غير مسلمة. وبعد العملية الإرهابية في بلجيكا عام 2016، رفض رجال دين مسلمون الترحم على ضحايا العملية
لأنهم غير مسلمين. وفي كل عيد مسيحيين يأتي رجال دين مسلمون ويقولون لا يحق لنا معايدتهم لأننا لا نقبل بمعتقداتهم. هل هذه المواقف ترضيك؟ فكتبت تقول: يا عم، أنا في نظري إلهك كافر أو كافرة، لأني لا أؤمن بالثالوث ولا ندخل الجنة، فحضرتك ما تعملش فيها الإنسان الكيوت الرقيق اللي بتحب تترحم على كل الإنسانية، عشان تبين للمشاهدين والقراء مدى النبل اللي عند حضرتك وتجذب عطف القراء. على فكرة، أنا مش مع طريقة اللي انقتلت بيها نهى ولا أقرها. أجبتها: لا دخل لي بمعتقدك، فلك الحق في الاعتقاد بما تشائين، واختلافك عني في العقيدة لا يسمح لي بعدم الترحم عليك إن مت بعد طول عمر. لا أفرض عليك موقفي، فلا تفرضي علي موقفك. فكتبت تقول إن كانت ثانية واحدة سأذكر لكم ماذا كتبت حتى لا أنقل عنها ما لم أنسب لها ما لم تقله. سؤال: هل كانت نهى تؤمن بيسوع؟ هذا ما كتبت مجددا. فرددت عليها: لا دليل على ذلك مما سمعت وقرأت منها، ولكن هذا لا يمنعني من الترحم عليها وعليك وكل شخص مهما كانت ديانته وأعماله، فلا يجوز على الميت إلا الرحمة. هذا رأيي، ولا تظني بأني أفرض عليك الترحم عليها، ولكن رجاء لا تشمتي بها، فهي أختنا في الإنسانية. ابقي للإنسانية مكان في قلبك. هذا إذن ردا على من ينتقدنا بسبب ترحمنا على المرحومة نهى محمود سالم. نحن لا نطالب أحد أن يترحم، هو حر، كل إناء بما فيه يرشع، ولكن لا تمنعنا نحن أن نترحم على الجميع. هذه مبادئكم تمنعكم من الترحم، فهذا شأنكم. مبادئي أنا سامي، وأنا أترحم على الجميع مهما كانت ديانته. بعد هذا التنبيه المهم، علينا أن نعود إلى حلقة هذا اليوم، قراءة من كتاب المرحومة نهى محمود سالم، لماذا خلعت النقاب؟ وبداية أريد أن أعرض عليكم طبعة العربية للقرآن التي اعتبرها أهم من طبعة السعودية. عنوانها القرآن بالتسلسل التاريخي. تتضمن هذه الطبعة نص القرآن بالتسلسل التاريخي بالرسم السرياني والكوفي والإملائي والعثماني مع علامات الترقيم الحديثة والمصادر وأسباب النزول والقراءات المختلفة والمحذوفات والناسخ والمنسوخ والمعاني والأخطاء والمشكلات اللغوية والقراءتين السريانية والعبرية. أريكم داخل هذا الكتاب. على أقصى اليسار عندكم القرآن بالرسم السرياني، ثم بالرسم الكوفي، ثم بالرسم العثماني، ثم بالرسم الإملائي. والأرقام تشير إلى ما يلي: ميم على اليمين، ميم تعني أن الآية مكية، 71 تعني أن الصورة
أن الصورة، المعذرة هنا قد يكون خلط، 72 تعني أن الصورة رقم الصورة بالتسلسل التاريخي، 14 كما بين أيديكم، و15 رقم الآية. وفي الكتاب أكثر من 6000 هامش. هذا الكتاب يمكنكم تحميله مجانا، يمكنكم تحميله مجانا من هذا الرابط الموجود أمامكم، من هذا الرابط الموجود أمامكم. إذن سهل عليكم أن تنقلوا، كتاب متوفر مجانا. والآن فيما يخص كتاب المرحومة نهى محمود سالم، المرحومة نهى محمود سالم، هذا عنوانه. لماذا خلعت النقاب؟ لأنه لا يوجد جبريل والله لم يتكلم أبدا. نحن نقرأ في كل حلقة جزء من هذا الكتاب تكريما لذكراها، وهذه هي الحلقة رقم 11، هذه الآية رقم 11. الكتاب متوفر مجانا هنا على الرابط الذي أمامكم، حملوا مجانا واقرأوا إن أردتم ذلك. آخر جملة قرأناها في الحلقة السابقة كانت تقول ما يلي، وأنا أؤكد وأناشد جميع البشر أن يحبوا بعضهم بعضا ويكونوا رحماء على بعضهم البعض بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس. وأطالب بشعار أحبك لأنك إنسان وكفى، أحبك لأنك إنسان وكفى. نكمل الآن قراءة الآيات التي هي لا تتفق معها. آية تقول والله يعصمك من الناس، وآية أخرى ورفعنا لك ذكرك، آية أخرى فسيكفيكم الله، وآية أخرى إلا تنصروه فقد نصره الله، وآية أخرى أليس الله بكاف عبده. وتجيب لا ليس الله، لا ليس الله بكاف محمد، وإنما أصحابه هم من ينصرونه ويدافعون عنه ويقفونه، ولولا مناصرة أصحابي له لما نجح وتبعها الملايين حتى اليوم. في هذه الآيات يؤكد محمد أن الله رفع اسمه وقدره بين الناس، وأن الله سيقفى الأذى الأعداء عنه ويمنع الذين يستهزئون به ويسخرون منه ويعاقبهم، وأن الله سينصر محمد إن تخلى أصحابه والمؤمنون عن نصرته. ومنذ ظهور محمد وإعلانه أنه نبي حتى يومنا هذا لم يكف الناس عن إيذائه والاستهزاء به وسبه، والمستشرقون ألفوا مئات الكتب والأبحاث لإثبات أن محمد ليس نبياً، وأن القرآن من تأليف محمد، وأنه أن هناك سلبيات كثيرة في أفعاله وأقواله تتناقض مع كونه نبيا مرسلا من الله، ومن مفترض فيه أنه معصوم من الخطأ. وقد نشرت الصحف الدنماركية رسوما كاريكاتورية لإهانته، فهل هذا يتناسب مع رفع الذكر؟ وإذا كان الله ينصر محمداً فلماذا يأمر أصحابه والمؤمنين به بالقتال معه ومساعدته في الحرب؟ ولماذا لا يذهب للقتال وحده ما دام أن الله ينصره؟ وفي غزوة أحد
جرح محمد، وشجت رباعيته، فلماذا لم يعصمه الله وقد دست له اليهودية السم في كتف الشاة ومات من أثر السم بعد عدة سنوات؟ وبهذا يتضح تناقض الآيات مع الواقع. آية أخرى تقول: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. في هذه الآية عدة مغالطات وأخطاء علمية ومنطقية. أولا، وصف الماء بالمهين، فالآية تقرر أن الماء الذي يخلق منه الإنسان مهين، أي السائل المنوي. وقد رأى محمد أن هذا السائل يقذفه الرجال فيلوث الملابس ويشمئز منه الناس ويسارعون بالتخلص منه وتنظيفه، وأنه يخرج من مجرى البول، فوصفه بأنه مهين. وهذا الوصف أبعد ما يكون عن الحقيقة العلمية، فقد أثبت العلم أن القطرة الواحدة من هذا السائل تحتوي على مليارات الحيوانات المنوية الحية القوية الوثابة التي تتسابق لتصل إلى البويضة وتخترقها تخصبها ليبدأ بذلك أول مراحل تكون الجنين. وبالطبع لم يكن محمد يعرف أن المني يحتوي على كائنات حية متحركة، لأن هذا لا يرى إلا بالميكروسكوب الذي لم يكن متوافرا في هذا الزمن البدائي. والملاحظ أن الآية تعتمد على المشاهدة العينية والملاحظات اليومية مثل أغلب آيات القرآن، لذلك تصطدم دائما بالعلم الحديث. وبذلك يتضح أن هذا المني ليس مهينا على الإطلاق، بل إنه في منتهى الأهمية، وهو يحفظ الآن في بنوك خاصة بكل احترام وتقدير. والمني أبعد ما يكون عن وصفه بالمهين، فهو سر الحياة وأحد أصولها الاثنين، الحيوان المنوي والبويضة. ورأس الحيوان المنوي المتناهي في الصور يحمل نصف الصفات الوراثية التي تتحكم في الإنسان طيلة حياته. فهي تحدد لون البشرة والشعر والعينين والطول ودرجة السمنة والنحافة والحالة النفسية والمشاعر، كل دقيقة من دقائق حياة الإنسان. فهل بعد كل ذلك يكون المني مهينا؟ لذلك وصف القرآن غير علمي وغير دقيق وغير منطقي، ومحمد يريد أن يؤكد على قلة شأن الإنسان وإهانة قدره وأنه لا يساوي شيئا. وهذا يتعارض مع آيات أخرى تقرر تكريم الإنسان وعلو شأنه، وأن الله خلقه بيديه وأسجد له الملائكة، وهذا بسبب التناقض في الإحساس تجاه مكانة الإنسان في الحياة بين السمو والدنو. ويؤكد هذا قوله الآية: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. والهدف سامي وأخلاقي، وهو حث الإنسان على عدم التجبر والتكبر والتعالي بالإمكانيات كالذكاء أو المال أو القوة أو وغيرها، ولكن الوسيلة بدائية وغير علمية. والآية
تقرر أن الجنين يكون في قرار مكين، أي الرحمة. وماذا عن الحمل خارج الرحم؟ ولماذا يحدث؟ ولماذا يقدره الله فيضر المرأة ويؤذيها ويقضي على الجنين؟ والآية: إلى قدر معلوم، معناها مدة الحمل. وماذا عن ملايين الأجنة التي تموت نتيجة الإجهاض؟ ولماذا يقدر الله أن يسقط الجنين قبل ميعاد ولادته؟ ولماذا قدر له الخلق في البداية ما دام قدر له الموت والإجهاض والسقوط؟ وعندما يحدث إجهاض يكون القدر المعلوم ناقصا عن المفروض، فما الحكمة أن يخلق الله الجنين ثم يقدر موته قبل اكتماله؟ وهل خلقه لكي يموت؟ آية أخرى تقول: فقدرنا فنعم القادرون. وكلمة نعمة أبعد ما تكون عن الحقيقة والواقع، فالله يقدر التشوهات الخلقية والتخلف العقلي والإعاقات البدنية للأجنة والأمراض التي تصيب المرأة الحامل فتنتج تشوهات بدلا من الجنين. وبهذا يتضح أن الآية تتعارض مع الحقيقة، وليس دائما يكون قدر الله في الجنين حسنا، فقد يقدر الله التشوهات الخلقية والإعاقات العقلية والإجهاض، فما الحكمة من ذلك؟ وهل ينطبق ذلك على كلمة نعم؟ نعم إن التشوهات الخلقية للجنين تسبب التعاسة للطفل ولوالديه وكل من حوله طوال العمر. وفي طب النساء والتوليد يوجد آلاف الأحوال المرضية التي يمكن أن تصيب المرأة نتيجة الحمل والولادة، وكثير منها يؤدي إلى موت المرأة أو الجنين أو الاثنين معا. وأضرب مثلا واحدا من المآسي التي تحدث للمرأة نتيجة الحمل، فيوجد حالة مأساوية تسمى فيسيكولار مول، وهي تحدث للمرأة بعد تلقيح البويضة، وبدلا من أن تكون الجنين تتكون كتلة هائلة من الحويصلات. ويكون الحل الوحيد لإنقاذ حياة المرأة هو استئصال الرحم. فما ذنب السيدة بريا تزوجت وعندها أمل في الحمل والإنجاب والتمتع بشعور الأمومة والأسرة المستقرة، أن يقدر لها الله هذا البلاء ثم تفقد القدرة على الإنجاب نهائياً؟ وهذا القدر لا ينطبق عليه نعم القادرون، سواء كان المقصود القدر أو القدرة. آية أخرى تقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. سئل محمد: هل ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ وكان هذا السؤال محرجا لمحمد واحتار في الإجابة، وقد وضع في مأزق. لا يستطيع الخروج منه، فهو قد أخبر الناس أن الله بعيد جدا في السماء فوق العرش، فهو فوق السماوات السبع. والدليل على ذلك أن محمدا في الإسراء والمعراج قد صعد 7 سنوات سماوات، ثم صعد بعد ذلك إلى سدرة المنتهى لكي يرى الله ويكلمه، وهذا يعني أن الله بعيد جدا.
آية أخرى تقول: وهو معكم أينما كنتم. وآية أخرى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وآية تقول: فأينما تولوا فثم وجه الله. تدل على أن الله قريب جدا من الإنسان. كانت هذه الإجابة هي المخرج من هذا المأزق، أن تدعو الله وسطا، وهي إجابة هلامية غير دقيقة ولا محددة ولا تجيب على السؤال. آية أخرى تقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تتناقض مع الحديث الصحيح: أول ما ينظر في أعمال العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا كانت تامة نظرت بقية الأعمال، وإذا كانت ناقصة أكملت بالنوافل، فإذا لم تكمل أحبطت كل الأعمال. وتتناقض مع كل الآيات والأحاديث الصحيحة التي تؤكد مغفرة الله للذنوب ولو كانت مثل الجبال، وأن التوبة تمحو كل الخطايا، وأن الله يغفر صغائر الذنوب التي تسمى اللمم، وأن محمد يشفع لأمته يوم القيامة، وأن بعض الناس يدخل الجنة بغير حساب، وهناك المبشرون بالجنة. الآية تؤكد أن كل عمل يعمله الإنسان في حياته يحاسب عليه، مهما كان صغيرا حتى ولو كان في حجم الذرة. فإن الإنسان لو عمل عملا صغيرا جدا حسنا سيأخذ الثواب، وإن ارتكب معصية صغيرة في حجم الذرة سينال الذنب والعقاب. والحديث يؤكد أن الذي يترك الصلاة ثم يعمل أعمالا صالحة كثيرة وخيرا كثيرا وعمل عبادات وطاعات أخرى، فإن كل الأعمال الطيبة والعبادات الأخرى لا يأخذ عليها حسنات ولا تحسب له أي ثواب. فإن أول شيء يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة هي الصلاة، فلو كانت تامة نظر في بقية الأعمال، وإن كانت ناقصة فلا يأخذ أي أجر أو ثواب على بقية الأعمال الصالحة. وبهذا تتناقض الآية مع الحديث ومع آيات أخرى. آية أخرى تقول: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. تؤكد الآية أن الكافرين والمشركين والعصاة يخافون الموت ولا يتمنونه أبدا، لأنه يخافون إن ماتوا أن يحاسبوا على المعاصي التي ارتكبوها ويعاقبهم الله بدخول النار، وهذا خلاف الواقع. فإن كثير من الكافرين يتمنون الموت يتخلصوا من العذاب والمعاناة والألم في الحياة الدنيا، وكثير منهم يقدم على الانتحار وإنهاء حياتهم بأيديهم. وهذا يؤكد تناقض الآية مع الواقع. آية أخرى تقول: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. تقرر الآية أن الله جعل في الأرض الجبال لكي لا تتحرك بالناس الذين يعيشون فوقها. كلمة تميد معناها تتحرك، والجبال لا تمنع الأرض من الحركة، وكذلك لا تمنع الزلازل. في هذا الوقت من الزمن لم يكن محمد يعرف أن الأرض تدور حول الشمس، وكان يظن أن الأرض ثابتة لأنه لا يحس بحركتها، ولذلك قال هذه الآية
التي تتناقض مع الحقائق العلمية. آية أخرى تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تؤكد الآية أن الله لا يغفر الشرك ويغفر غير ذلك من الذنوب، أي أن الله يغفر الإلحاد والكفر ولا يغفر الشرك، رغم أن الشرك أقل ذنبا من الكفر. والملاحظ أن القرآن يؤكد على موضوع الشرك أكثر من تأكيده على الإلحاد وإنكار وجود الله، وهذا يناسب العصر الذي ظهر فيه محمد، حيث كان الإنسان بدائيا ولا يستطيع الحياة بدون فكرة وجود الله. أما في العصر الحديث فقد استبدل الإنسان المتحضر فكرة وجود الله واعتماده عليه بالعلم والتكنولوجيا، وأصبح قويا في مواجهة الطبيعة، ويستطيع بالعلم التغلب على مشاكلها وقسوتها. وأصبحت المشكلة في هذا العصر ليس الشرك، ولكن إنكار وجود الله. وبهذا يتضح أن الآية لم تعد تناسب العصر الحالي. آية أخرى تقول إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. يقال نضج اللحم نضجا إذا أدرك شيه وتهيأ للأكل. في هذه الآية يستخدم القرآن لفظا سيئا جدا وبعيدا عن المعنى، إذ يقول عن جلد الإنسان أنه نضج، وكلمة نضج تستعمل في الطعام عند طهيه وإعداده للأكل. واستعماله هنا للإنسان لا يليق، لأن جلد الإنسان غير قابل للأكل. تبين هذه الآيات وتوضح موقفا في منتهى القسوة واللا إنسانية وعدم الرحمة. فالله لا يكتفي بتعذيب الكفار بحرقهم في النار، بل يبدل هذه الجلود ليستمر العذاب إلى ما لا نهاية. وهذا يتعارض مع صفة الله الرحيم، فأين الرحمة في هذا المشهد المغل في القسوة والبشاعة والألم؟ وهذه الآية تتعارض مع الحديث الصحيح: أرأيتم هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وهذا يؤكد استحالة أن يعذب الله أحد من عباده بالنار. وأنا شخصيا متأكدة 100% استحالة تعذيب الله لأحد خلقه بالنار، لأن الله أرحم من ذلك. ولو كان غير ذلك ما استحق الألوهية ولا العبادة. وهنا أؤكد أن اليوم الآخر والعذاب والنار هي محض اختراع إنساني شرير وقاسي جاء نتيجة الوهم في العدل المفقود في الحياة والمؤجل ليوم آخر، ولقاء الجزاء لمن يلقى جزاؤه في الدنيا، وهو اختراع للإحساس بالراحة واستطاعة تحمل قسوة الحياة وظلمها. آية تقول لا إكراه في الدين، وأخرى تقول لكم دينكم ولي دين، وأخرى تقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الآيات تتعارض مع الحديث الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه. وقتل المرتد من أسوأ مظاهر الإكراه والقهر، وقتل الحرية في الأديان.
والأمر بقتل المرتد من أكثر القضايا التي سببت النقد والهجوم على الإسلام، لأنه يتنافى مع حق الإنسان الأصيل في حريته في اختيار عقيدته. وفي هذه الأيام قام بعض المسيحيين بالرجوع إلى المسيحية بعد الدخول في الإسلام، فتسبب ذلك في مشكلة قضائية بسبب مطالبة الإسلاميين بمعاملتهم كمرتدين والحكم بقتلهم كما أمر الإسلام. وقد اعترضت الكنيسة والهيئات القبطية وجمعيات حقوق الإنسان على قتلهم، وأكدت على حقهم في اختيار عقيدتهم. وهذا يؤكد تعارض الإسلام حقوق الإنسان ومع قيم ومبادئ العصر والحضارة. آية أخرى تقول: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ تقرر هذه الآية أن التوراة فيها حكم الله، فلماذا جاء القرآن إذن؟ كان من المنطقي أن يحفظ الله التوراة من التحريف ويضيف أو يعدل فيها بعض الأحكام، وتظل هي الكتب كتاب المقدس لجميع الأديان. ولو كان هذا حدث ما اقتتل أصحاب الديانات المختلفة ولعم السلام بين الناس. آية أخرى تقول: والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين. تعطي ملاحظات التالية على هذه الآية: في هذه الآيات يظهر جليا ارتباط القرآن بالبيئة ارتباطا وثيقا، فمحمد يقسم بالثمار المشهورة في الصحراء في الجزيرة وفي الجزيرة العربية أو ما جاورها من فلسطين والشام. ولو كان القرآن قد ذكر ثمار وفواكه غير معروفة للعرب لكان دليلا على الإعجاز. ثانيا، يقسم محمد بالثمار والأماكن، والله غير محتاج أن يقسم، فكلام الله مؤكد بدون قسم. والبشر حينما يريدون تأكيد كلامهم يقسمون بالله لأنه أعظم شيء يعرفونه، وليس من المنطقي أن يقسم الله بمخلوقاته لأنها أدنى منه. وهذا القسم هو أسلوب البشر في الكلام وليس أسلوب الله، وكانت هذه عادة العرب يومئذ، فكانوا معتادين أن يقسموا بالأشياء الطبيعية حولهم كالشمس والقمر والجبال وغيرها. وهذا يؤكد ويوضح أن محمد هو الذي يقسم وليس الله. وإذا كان أسلوب الله في الكلام يشبه أسلوب البشر المعتاد، فأين الإعجاز إذن؟ ولو كان القرآن معجزة حقيقية ما احتاج اللجوء إلى الأسلوب المعتاد في الحديث والقسم. ثالثا، إذا كان المقصود بالبلد الأمين مكة وأنها آمنة فهذا غير صحيح، فقد حدث في مكة كثير من الاضطرابات، وكان أعداء محمد يؤذونه وهو داخل الحرم، وقد تحصن بعض المتمردين بالحرم اعتقادا منه أنه آمن كما ذكرت الآية، فكانت النتيجة أن الشرطة قتلتهم داخل الحرم وقبضت عليهم، وقضوا في السجن سنينا طويلا ظلما لأنهم صدقوا القرآن. وقد حدثت فيضانات وسيول أغرقت الكعبة لأنها منخفضة عما حولها، فلماذا لم يحفظها الله من هذه الكوارث ويحميها لأنها بيته وأرضه المقدسة؟ وقد جرت عليها قوانين الطبيعية العادية مثل أي مكان
آخر على الأرض. آية أخرى تقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذه الآية غير صحيحة ولا واقعية، لأن كثير من الناس يولدون بعيوب وتشوهات خلقية ومعاقين ذهنيا، والأقزام والمصابون بأمراض تسبب التشوهات، والقبيحون الذين لا تستطيع النظر إليهم من قبحهم، والزنوج الذين يحتقرهم الناس لبشرتهم السوداء وشفاههم الغليظة وأنوفهم الفطسة وشعرهم الأكرد. وليس عدلا أن يخلق الله فتاة بيضاء البشرة وممشوقة القوام، خضراء العينين، ذات شعر أصفر ناعم وجمال فتان وذكاء خارق، ويخلق فتاة أخرى بدينة غير متناسقة الأعضاء والملامح، سوداء البشرة، ذات شعر أقرب وغبية، فيتسابق الجميع في الاهتمام بالجميلة وطلب رضائها ومعاملتها أحسن معاملة وتدليلها أكثر تدليل وأهمال القبيحة وعدم الإحساس حتى بوجودها، مما يسبب لها أشد الألم وجرح الشعور والإحساس بالدونية. فأين العدل في هذا؟ وأين الرحمة؟ ومن المؤكد أن الفتاة القبيحة لا تندرج تحت مسمى أحسن تقويم. وتحضرني هنا نكتة جميلة: ذهب عريس قبيح جدا يتقدم إلى إحدى الفتيات، فقال لوالد العروس: والله يا عمي أنا عملت نفسي بنفسي. فرد عليه الوالد: ما هو واضح يا ابني. آية أخرى تقول: فما يكذبك بعد بالدين. إني لا أكذب بالدين، ولكن اختار الجزء العقلاني منه. إني أصدق القيم والأخلاق والمثل والمبادئ في الدين، ولا أصدق أنه من عند الله، ولكنه فلسفة واجتهاد إنساني. ولا أصدق أن محمد نبي، ولكنه عبقري وحاول الإصلاح. والله قوة خفية مجهولة غامضة أسطورية أسقط عليها الإنسان كل صفاته الإنسانية الطيبة والشريرة، ثم عبده ليكون سندا نفسيا له، وليس عليه أي دليل علمي. ولا أناقش أبدا في وجود الله، ولا أهدر الوقت في الغيبيات. ومحمد هو الشخص الوحيد في العالم كله الذي هو المصدر لكل الدين والشرائع التي أبني عليها حياتي ومماتي. وليس من المنطقي أن أعتمد في كل خطوة من خطوات حياتي على شخص واحد، سيرته فيها الإيجابي والسلبي، ومن حقي أن أنتقي منها الإيجابي فقط، فأقتدي به ولا أصدق معجزاته، وأعتقد أنها قدرات استثنائية موجودة في عدد قليل من البشر. والقرآن وهو الدليل الوحيد الملموس والموجود بين أيدينا حتى اليوم مليء بالأخطاء العلمية والمنطقية والأساطير، ولم يسلم من النقد والتجريح والاتهام منذ أول يوم ظهر فيه وحتى اليوم. أي أخرى تقول: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تجيب: لا، ليس الله بأحكم الحاكمين، ولا أرى أي مظهر من مظاهر حكمته. فهل من الحكمة ما يلي؟ أولا: أناس مشوهون ومرضى ومحروقون وفقراء وجوعى. حوادث سيارات وقطارات وطائرات،
حروب وجرحى وقتلى، أناس محرومون من الإنجاب بدون ذنب، زلازل وفيضانات وبراكين وأعاصير مدمرة، ظلم وعدوان واعتداء ووحشية وتعذيب الإنسان لأخيه الإنسان في السجون والمعتقلات وشرور وجرائم. رقيق أبيض واستغلال أطفال ومخدرات وتجارة أسلحة، معاصي وشذوذ وفتن ونساء جميلات عاريات، ثم يعاقب الله العاصين. آية أخرى تقول: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين. هنا يقرر القرآن أن الذي لا يؤمن الدين لا يؤمن بالدين، ولا يصدق محمداً، فإنه لا يعطف على اليتيم والمسكين، وهذا غير صحيح في الواقع. فكثير من غير المؤمنين ولا يدينون بأي دين، تكون لهم قلوب رحيمة تعطف على الأيتام والمساكين. وفي الغرب يتبرع الأغنياء بالملايين من أجل الأعمال الخيرية ومساعدة المحتاجين، رغم أنهم لا دينيون. وفي هذه الآية يحاول محمد أن يربط بين الإيمان وبين حسن الخلق والرحمة، وهذه هي الفكرة السائدة عند عامة الناس. إنه بدون الدين لن تكون هناك أخلاق فاضلة، وهذا غير صحيح وغير واقعي. فالأخلاق الفاضلة سائدة في الحضارة الغربية رغم انتشار الإلحاد، ويمكن أن تنبع الأخلاق من التربية والضمير وليس ضروريا من الدين. والحل استبدال الآخرة والحساب والنار والإرهاب النفسي والخوف من الحساب للتحلي بالقيم بالتربية وغرس القيم في الصور والقوانين الرادعة المعاقبة للمخطئ. حديث يقول: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي أن القانون الإنساني الوضعي يردع المجرمين أكثر من تخويفهم بالنار والحساب بالآخرة. أي أخرى تقول: فلما رآها تهتز كأنها جان، ولا مدبرا ولم يعقب. في عهد محمد وما قبله كان أي شيء يهتز من تلقاء نفسه، فإن المحرك الوحيد له كان الجان. أما في العصر الحالي ومع التقدم العلمي، التقدم الحضاري والتكنولوجيا، فقد مكن العلم أشياء كثيرة من الاهتزاز الذاتي دون أن يكون السبب هو الجان. فالمحمول يهتز ويدور حول نفسه في رقصات رشيقة، والغسالة الفل أوتوماتيك تهتز وتدور وتغسل، والسيارة تهتز وتتحرك بدون الجان. وقد كان الإنسان البدائي الذي يعيش في عصور الجهل والظلام والتخلف يفسر الأشياء الخارقة للعادة تفسيرات غيبية، ويردها إلى قوى خفية وراء العقل والنظر. أما في عصر الحضارة فقد فسر لنا العلم كل الظواهر تفسيرات عقلية وعلمية ومنطقية، بدلا من السقوط في بحار الجهل والظلمات. فالبراكين والعواصف والزلازل والصواعق ليس غضبا من الله، وإنما هي نتيجة تغيرات جغرافية ومناخية وجيولوجية في القشرة الأرضية.
من كتاب التفكير العلمي الدكتور عبد المنعم حسن يقول: المبدأ الثاني الذي يقوم عليه التفكير الأسطوري ومبدأ التفسير الغائي للظواهر الطبيعية، أي تفسير هذه الظواهر من خلال الغايات التي تحققها هذه الظواهر للبشر. فيتصور الناس أن القمر والنجوم تظهر ليلا لتضيء لنا الطريق، وأن المطر ينزل لكي يروي الزرع. ومن الخطأ نقل الفكرة من مجال الإنسان إلى مجال الطبيعة. آية أخرى تقول: والأرض مددناها. استدل العالم السعودي عبد العزيز بن باز بهذه الآية وغيرها من آيات القرآن أن الأرض ليست كروية، وألف كتاب وأصدره أثبت فيه أن الأرض مسطحة وأنها ثابتة لا تدور، وأن الشمس هي التي تدور حولها. وبهذا تتناقض آيات القرآن مع الحقائق العلمية الثابتة. آية تقول: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقول خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم، قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. هذه الآية بها عدة أخطاء، وتكشف وتؤكد أن محمد هو قائلها وليس الله. أولا، ثلاثة رابعهم كلبهم إلى آخره هي من قول البشر، والناس محيطون بمحمد، وهذا يعني أن القرآن يحتوي على كلام البشر، فهو ليس كلاما إلهيا خالصا، وإنما مختلط بكلام البشر، وبذلك يفقد قدسيته وإعجازه. ثانيا، يسأل الناس محمدا عن أصحاب الكهف، كانت قصتهم معروفة، تناقلها الناس في مكة، فرواها محمد في القرآن بأسلوبه وعلى قدر ما سمعه وعرفه من حوله، وهي أسطورة قديمة، وهذا من سقطات القرآن، إنه يروي الأساطير أنها حقيقة. ثالثا، اختلف الإنسان حول محمد في عدد اختلف الناس حول محمد في عدد الفتية في الكهف، ومحمد لا يعرف عددهم ويخاف أن يذكر رقما لا يكون صحيحا، فيكتشف الناس أنه هو قائل القرآن وليس الله. ومحمد يعرف أن هناك أناس قليلون يعلمون عددهم الصحيح، ويقول ما يعلمهم إلا قليل، وهو يسأل من حوله في عددهم ثم يعود فيندم على ذلك، لأنه من المفترض أنه يعلم، لأنه نبي يوحى إليه. لا تستفتي فيهم منهم أحدا، لأنه بسؤاله يكشف عدم علمه وضعف موقفه. وقد تكرر هذا الأسلوب في القرآن، أن يتصرف محمد بطريقة خاطئة ثم يؤنب نفسه، ويظهر هذا التأنيب كأن الله يعاتبه أو يلومه، وهذا الأسلوب لا يتفق مع النبي، لأن الأولى أن النبي لا يخطئ، وأن الله يوحي إليه التصرف الصحيح من البداية. رابعا، كان من المنطقي أن يوحي الله لمحمد بالرقم الصحيح للفتية إذا كان حقا نبيا، ولا يتركه يسأل
من حوله. في الآيات خامسا، في الآيات استطراد وتطويل وتكرار يتنافى مع الإعجاز. والمدافعون عن الآيات يقولون أن الله يقلب الفتية، يقلب الفتية أثناء نومهم في الكهف لكي لا يصاب بقرح الفراش ولتجديد الدورة الدموية. وهذا غير عقلاني، لأن الله الذي أنامهم 309 سنة بدون طعام ولا شراب يستطيع أن يحفظهم من القرح بدون تقليب. والقصة كلها لا تخرج عن كونها أسطورة غير واقعية. آية أخرى تقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذه الآية تتعارض مع الآية التي تقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ففي الآية الأولى يقول القرآن أنه يهدي الناس ويدلهم على الله، وفي الثانية أن بعض آيات الله تتسبب في ضلال الناس. وفي الواقع أن كثير من آيات القرآن تتسبب في شكوك للناس وتساؤلات ليس لها إجابات منطقية لوجود التعارض بينها وبين بعض وبينها وبين الأحاديث الصحيحة والمتشابهة وغيرها من الآيات التي سببت جدلا وحيرة. آية أخرى تقول صنع الله الذي أتقن كل شيء. في الواقع أن الله لم يتقن كل شيء صنعه، لأنه توجد في الحياة أشياء كثيرة غير متقنة الصنع، مثل التشوهات الخلقية للجنين وجميع المخلوقات المؤذية والشريرة في الحياة كالبكتيريا والفيروسات. وهل أتقن الله صنعها لتؤذي الناس؟ كما أن القشرة الأرضية غير متقنة الصنع، لأن بها أجزاء ضعيفة هي التي تسبب الزلازل والبراكين، والغلاف الجوي غير متقن الصنع لأن به ثقوب الأوزون، وكان الله يستطيع بقدرته أن يخلقه مقاوما للتلوث والنشاط الإنساني الضار بالبيئة. كما أن في الجسد الإنساني منطقة أسفل البطن غير متقنة الصنع وضعيفة، مما يسبب الفطاق عند زيادة الضغط نتيجة حمل أشياء ثقيلة أو العطس المزمن، والزائدة الدودية غير متقنة الصنع لأنها معرضة للانسداد والالتهاب الحاد. وهذه فقط أمثلة قليلة لعدم إتقان الله الصنع لمخلوقاته. آية أخرى تقول ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. آية أخرى تقول هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. في هاتين الآيتين يسمي محمد يهود بني النضير الكافرين. وقبل غزوة بني النضير كان بين محمد ويهود بني النضير عهد وميثاق، وكان على علاقة طيبة بهم، فسماهم أهل الكتاب وحل ذبائحهم والزواج من نسائهم. ثم حدث خلاف ومشاكل وشقاق فسماهم الذين كفروا وقاتلهم حتى أخرجهم من المدينة. آية أخرى تقول وكان عرشه على الماء. تخبر هذه الآية أن عرش الله كان على الماء
عندما خلق السماوات والأرض. فكيف كان عرشه على الماء وهو يخلق الأرض بما فيها الماء الذي تحتويه؟ أم أن عرش كان على ماء خارج نطاق الأرض؟ وهذه الآية غير منطقية ولا عقلانية، إذ كيف يستوعب الماء الذي هو من خلق الله عرش الله الذي هو خارج نطاق الاستيعاب والتصور؟ وهذا يؤكد احتواء القرآن على صور خيالية أسطورية غير عقلانية. آية أخرى تقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الآية تؤكد أن الله لا يكلف كل إنسان إلا في حدود طاقته، ويتناقض في معناها مع فكرة الابتلاء. ففكرة الابتلاء تقوم على أن الله ينزل البلاء أو المحنة أو الفتنة على المؤمن لكي يختبره هل سيصبر أم سيكفر، وتكون النتيجة أن الذي يستطيع التحمل والصبر بقوة الإيمان ينجح في الاختبار ويدخل الجنة، ومن لا يستطيع التحمل والصبر يكفر بالله ويدخل النار. وهذا يوضح أن الله قد يبتلي الناس بمصائب وابتلاءات فوق طاقتهم واستطاعتهم، وهذا يتناقض مع الآية الأولى. وبدون هذا المفهوم ينتفي معنى فكرة الابتلاء. آية أخرى تقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. في هذه الآية خطأ علمي، فإنها تقرر أن النائم يموت، وهذا غير علمي وغير واقع وغير صحيح. فإذا كان النائم يشبه الموت في بعض الأوجه، فإنه في الحقيقة في عداد الأحياء، فهو يتنفس وضربات قلبه منتظمة وجسمه دافئ، وبهذا يتضح أن الوصف القرآني للنائم أنه ميت، وأن الله يتوفى نفسه، وأن روحه تصعد إلى الله عند النوم وترد إليه الحياة والروح عند الاستيقاظ. هذا الوصف غير صحيح. ويقول المدافعون أن الروح لا علاقة لها بالحياة، وأن وجود الروح ليس سببا في الحياة، وهذا دفاع غير مقنع للخروج من التناقض. والمعروف أن الروح هي سبب الحياة وهي مرادفة له. آية أخرى تقول: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. لم يكن العرب في هذا الزمان يعرفون التفسير العلمي لظهور البرق في السماء، وكان هذا الضوء الخاطف الذي يظهر فجأة قد يسبب الحريق والصاعقة لمن تصيبه، ولذلك ارتبط بالعذاب من الله والتخويف والإنذار. وكان البرق من الظواهر الطبيعية التي تخيف الإنسان البدائي، فذكرها محمد في القرآن وخوف بها الناس وهددهم بها كنوع من العذاب. آية أخرى تقول: جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والله والنهار مبصرا. في الماضي كان الضوء الوحيد المتاح هو ضوء الشمس، ولم تكن الكهرباء قد اخترعت بعد، وكان إذا حل الظلام فإن جميع مظاهر الحياة تتوقف ويكون الليل مرادفا للسكون. وبعد اختراع الكهرباء لم يعد الليل للسكون، وإنما صارت في كل مظاهر النشاط والحركة. وهناك أشخاص رتبوا حياتهم أن يناموا بالليل
ويظل مستيقظين طوال الليل أن يناموا بالنهار، معذرة. هناك أشخاص رتبوا حياتهم أن يناموا بالنهار ويظل مستيقظين طول الليل ليمارسوا في كل مظاهر حياتهم. وهذه الآية لم تعد واقعية اليوم بعد اختراع الكهرباء، وهذه الآية لم تكن صحيحة في الماضي أيضا. فإن كتب التاريخ تؤكد أن كثيرا من المسافرين كانوا يتحركون بالقوافل بالليل ويسكنون بالنهار اتقاء لحرارة الشمس. آية أخرى تقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هذا اعتراف صريح وواضح أن آيات القرآن ما هي إلا أمنيات وأفكار وخواطر وردود أفعال لمحمد، ومن المنتظر أن يحمل الله نبيه المرسل من إلقاء الشيطان في أمنيته. آية أخرى تقول: ولا أقسم بالنفس اللوامة. يمدح القرآن في هذه الآية النفس اللوامة، وفي الطب النفسي تسمى هذه الحالة جلد الذات، وهي حالة نفسية غير صحية. ومن النصائح النفسية في الطب النفسي عدم الإكثار من لوم النفس وتأنيبها، حرصا على سلامة النفس وصحتها. وبهذا يأمر القرآن ويمدح ما هو مضر نفسيا. وفكرة الدين ووجود الإله سلاح ذو حدين، وأحدهما يتناقض مع الصحة النفسية للإنسان. فأصل الفكرة نشأت من إحساس الإنسان بضعفه النفسي من مواجهة الحياة بدون قوة عليا يلجأ إليها في الشدائد والمصائب والمحن، ويجد سببا للاستمرار في الحياة رغم الإعاقة والمرض. فأصل فكرة وجود الإله هي حاجة الإنسان للسند النفسي. والمؤمن يعتقد أن وجوده في الحياة والمتعة التي يشعر بها ذنب يجب التكفير عنه ودفع الثمن على شكل عبادات وطقوس وطاعات. والمؤمن يشعر بالتقصير في حق الله، وأنه مهما عبد الله وذكره وأطاعه فإنه لن يوفي الله حقه، وأن الله الذي خلقه تفضل عليه بمنح الحياة، ويجب رد هذا الفضل بالطاعة التامة. والمؤمن يشعر بالمسؤولية تثقل كاهله ويحمل على عاتقه مسؤولية إصلاح الكون ونشر الدين وإعلام كلمة الله والجهاد وتوصيل الدين إلى كل العالم. وهو لا يستطيع أن يصلح العالم فيعيش عمره شاعرا بالتقصير وتأنيب الضمير. وهذا الإحساس بالتقصير يسبب ضغط نفسي على المؤمن، يعذبه ويؤرقه ويحيل حياته إلى صراع نفسي مستمر. والمؤمن يستكثر على نفسه الشعور بالمتعة والسعادة واللذة في الدنيا، ويعتقد أن الدنيا دار شقاء وأن المتعة الحقيقية الخالدة في الآخرة. آية أخرى تقول: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. تتناقض مع كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أي أن الذي يستمتع في الدنيا لا يستمتع في الآخرة. والجزء التقصي من الدين
ينتقص من متعة الحياة ولذتها انتقاصا كبيرا. وعندما يتخلى الإنسان عن الجزء الأسطوري من الدين المتمثل في الآخرة والنار، فإنه يخرج من الركن الضيق للدين إلى الحياة الرحبة الواسعة الممتعة. وما يسببه الدين للمؤمنين من راحة وسلام نفسي إنما هي سعادة وهمية تنتج من الإحساس بالراحة نتيجة التخلص من الشعور بالذنب والخوف من العذاب عند أداء الطقوس والعبادات والطاعات. طيب، أنا أتوقف عند هذه الفقرة. توقف عند هذه الفقرة لنعود إلى الكتاب غدا. أعطيكم الآن رابط هذه الحلقة لمن يريد التدخل. إذن هنا عندكم رابط الحلقة لمن يريد التدخل. أوكي، إذن أرجو من يريد التدخل التدخل. كما ترون حقيقة وأنا أقرأ هذا الكتاب فكرت ما جبرها لكي تكتب كل هذه التفاصيل؟ كان يمكن أن تكتب كتاب من 70 صفحة وتعطي أمثلة قصيرة وخلاص. لماذا كتبت كتاب من قرابة 300 صفحة؟ لماذا؟ هذا سؤال حقيقة يطرح نفسه، والجواب الوحيد الذي أجده أنا، ولكن قد أحتاج لنوركم، أن هذه السيدة التي عانت تحت النقاب لم تكف عن التفكير. هذه السيدة التي عانت تحت النقاب لم تكف عن التفكير، ولم تكتفي بترك النقاب، بل تركت أيضا التفكير التقليدي واختارت ما تسميه الإسلام العلمي. حقيقة أنها اجتهدت، حقيقة أنها اجتهدت وأتعبت نفسها في إيجاد الأسباب أو لتبرير مواقفها. كتابة 300 صفحة لا تتم بين ليلة وضحاها، مع كل هذه التفاصيل، مع كل هذه الآيات التي ذكرتها، مع كل هذه التعليقات. هذا أكيد أخذ منها ليالي طوال ووقت. وقد أخذت على عاتقها هذا العمل رغم أنها كانت تحت ضغوط كبيرة. إذن من منكم يريد التدخل فليتدخل. طلب البعض إن كان يمكن أن نترجم هذا الكتاب إلى لغة أخرى، فرنسية أو إنجليزية. بطبيعة الحال بداية يجب أن ننتهي من تحقيق الكتاب، يعني تصحيح جميع أخطائه. هذه المهمة الأولى قبل ترجمته، لأنه إذا ترجمنا في مع الأخطاء الإملائية وغيرها فهذا سوف يضع المترجم في محنة كبيرة. إذن في حلقاتنا هذه سوف نحاول إذن أن نخرج الكتاب في أجمل صورة ممكنة له، في أجمل صورة ممكنة له. حتى الآن نحن لم نقرأ
إلا كلكم كم قرأنا نحن اليوم؟ إلا 126 صفحة من أصل 298 صفحة، يعني أقل من نصف الكتاب، أقل من نصف الكتاب. هل سنكمل القراءة؟ نعم، أنا بذاتي سوف أكمل قراءة هذا الكتاب، أولا لكي نوصل للناس النتائج التي توصلت لها هي المرحومة نهى محمود سالم. هي تركتنا ولكن فكرها نريده أن يبقى حيا بيننا. هذا الكتاب يستحق فعلا أن يدرس في المدارس وأن تقدم عليه رسائل دكتوراه لتبين عمق تفكير هذه السيدة. هي لا تقل علما عن شيخ الأزهر في مجال الدين، لا تقل علما عن شيخ الأزهر في مجال القرآن والدين الإسلامي. على كل، من يريد منكم أن يتدخل فليتدخل، وإلا نعتبر أن لا حاجة للتدخل. أنا أرى هنا كثير من التدخلات على الشات، تشجعوا وادخلوا وابدوا رأيكم في هذا الأمر. يقول لي حميد بن حمو عنده مشكلة في الاتصال. شكرا أخي الفاضل. يقول أخي ستونز، أنا سوف أقرأ لكم بعض التعليقات. الدكتورة كان لديها مليون علامة استفهام. نعم نعم، هذا حقيقة، هذا حقيقة. يعني فعلا هي دخلت في التفاصيل، كما قلت لكم كان يمكنها أن تكتب كتابا من 70 صفحة. عندما قلت لبعض أصدقائي أو معارفي أنه كتبت كتابا وأحققه، كلهم فكروا أنها كتبت كتاب من 70 صفحة، وأنا كذلك فكرت بداية أنه لا يتخطى 70 صفحة، وهذا بالقطع الكبير، 300 صفحة من القطع الكبير. تفاجأت فعلا، أنا شخصيا تفاجأت بطول هذا الكتاب وبعمقه، تفاجأت بطول الكتاب وعمقه. يعني لم تترك شاردة إلا ذكرتها. نعم نعم، استحق الدكتوراه، نعم استحق على الأقل أن يتم معالجته في دراسات أكاديمية متعمقة. ونحن لم ننتهي بعد من الكتاب، سوف ترون التفاصيل الكثيرة الأخرى التي تعرضت لها في هذا الكتاب. على كل، نحن مستمرين في قراءة هذا الكتاب إلى أن ننهيه. إذن هنا إلى أن ننهيه. أوكي إخواني، أنا لن أطيل عليكم هذه الحلقة، سوف نرجع إذن
لقراءة الكتاب غدا. بعد هذا الفصل سوف ندخل في فصل رابع، عنونته يعني عندنا كمان حوالي 10 صفحات، سننهي هذا الفصل المعنون الله لم يتكلم أبدا، القرآن إبداع محمد وليس كلام الله. سوف تأخذنا إلى فصل عنوانه المرأة في القرآن، من 20 صفحة. طيب أنا عندي أخي حميد بن حمو، تفضل الكلام لك بقلبي. شكرا دكتور سامي، أتمنى أن يكون الصوت جيدا لأن منذ 10 دقائق وأنا أحاول أن أدخل ستريم، لكن كان يدور في الفارغ. تحية طيبة لك ولجميع الإخوان والأخوات الموجودين في الشات، كل واحد باسمه. فعلا أشرت إلى شيء يعني جعل الدكتورة نهى تتكلم عن ما وجعها طول حياتها، فلذلك حتى نحن يعني لو لم نكن قد عانينا من يعني من هذا التفكير يعني الضيق الذي حاول أن يكمم أفواهنا وأفكارنا ويجعلنا متدينين بالفطرة وكل ذلك، يعني كانت أفكار لقنونا إياها كانت خاطئة، وكنا نعتقد ذلك إلى اليوم، هناك الكثير من يعتقد هذا التفكير. فحين يعني تخرج من واد يعني كان يذهب بك إلى الخراب، يعني تحاول أن تعبر عن مأساتك وأنت تحارب تلك الأمواج للخروج بصحتك وبنفسك يعني مطمئنة، لازم أن يعني أن تعبر عن كل ما تركه من آثار أليمة، وأظن أن هذه الآثار هي التي دفعت يعني الدكتورة نهى لتعبر عن ما في داخلها وما عانته من هذا الفكر الذي ربما يعني أتعسها، وكان بإمكانها لو لم يعني تنشأ فيه وتربى عليه لكانت ربما سعيدة جدا ولا وصلت لأشياء كبيرة، ولو لم تقتل والكثير من الأشياء. يعني تحز في النفس حين ننظر يعني البغضاء وال يعني الموجودة في الأديان التي يعني بمجرد أنك لا تفكر مثل الناس فهناك من يسبك وهناك من يشتمك وهناك من يقتلك وهناك من يعني يتعسف عليك رغم أنك تحترم دينه، ولو أنك تعتقد بأنه يعني أن دينه خرافة فتقول من حقه أن يعتقد ما يشاء. أنا لست يعني ربه ولن أحاسبه، لكن هو يحاسبك على يعني نضجك وعلى استقلالك الفكري وعن تربيتك التي جعلت
ضميرك يشتغل لوحده وقادر أن يفعل أشياء حسنة وجيدة ويزيد إلى الأمام بالمجتمع، لكن هو يرفض كل ذلك ويريد أن تبقى مثله، يعني تحمل السيف لتضرب أعناق الناس لأنهم لا يفكرون مثلك. شكرا دكتور. شكرا أخي حميد بن حمو. نعم، لا أريد أن أعلق على بعض الحلقات التي قام بها بعض الناس ضد زميلنا وتهديده أخونا عبد الحميد الطلاميسي. المسلمون يعتبون على المسيحيين أن عندهم محاكم تفتيش وهم يقيمون محاكم التفتيش بالطول والعرض في قنوات مثل الشجرة المثمرة، أصبحت فعلا محكمة تفتيش وتهديد لسلامة الأفراد بدلا من أن يجادلوا المضمون الأفكار، هم يهددون بالمحاكمات. استضافوا أيضا صديقنا أحمد حركان وجادلوا معه، ولكن فجأة بعد أن تجادلوا يعني بالهدوء تحولت القناة إلى تهديدات ضد أخينا أحمد حركان وتشويه بسمعته، وفي نفس الحلقة تهديد مجدد لصديقنا عبد الحميد التلاميسي في حالة أنه عاد يظهر في قنوات لا تتفق مع مبادئهم. هم يريدون أن يكمموا الأفواه، هم يريدون أن يكمموا الأفواه. أولا يستطيعوا، رغم أنهم فعلوا ذلك مع الدكتورة مايسا كذلك، لكن يعني يجب أن لا نترك لهم يعني المساحة فارغة، لأن باستطاعتنا الرد عليهم والرد على يعني تخلفهم الفكري من يريد أن يناقش منهم نحن باستطاعة أن نناقشه، ومن يريد أن يسب أو يشتم فنحن لسنا من هذه الطينة، رغم أننا نعرف كل الكلمات التي يمكنها أن تحرجهم وتضرهم في قلوبهم ونضربهم بأغلى شيء عندهم، لكن هذا ليس من أخلاقنا أن نناقش حتى وإن لم يعني نتفاهم. الكل يذهب إلى حال سبيله وبفكره، ليس مرغما أن يتركه، لكن مع من تتكلم دكتور سامي هناك يعني أناس لهم عقول متحجرة لا تتحرك ولا تتعلم، فلا يمكننا مناقشتهم في هذه الحالة. نعم صحيح صحيح، أنا استمعت لحلقتين من حلقاتهم، يعني شيء غريب. وهذا المساء عندهم كمان حلقة، مش مشكلة يعني. أو على كل، أنا أرجو جميع اللي يدخلوا في قناتنا أن يحافظوا على سلامتهم، نحن لا نريد أن يتعرض أحد لخطر. حتى هذا وائل شطة لما قلت له أن يقدم نفسه طلبت منه أن يراعي سلامته الشخصية، نحن لا نريد أن يضر أحد بسبب الغوغائية، بسبب الغوغائية. نريد أن نناقش الرأي بالرأي وليس بالتهديدات.
والتشويه أمر فعلا مؤسف جدا. إخواني، أنا أنهي هذه الحلقة، نعود إليكم غدا. أخي حميد بن حمو، أختي ابتسام حابة تتدخل اللحظة الأخيرة قبل أن نختم، تفضلي أختي ابتسام، تفضلي. مساء الخير نبي سامي. مساء الخيرات. مساء الخير حميد بن حمو، أهلا وسهلا. الحقيقة أنا ما كتير ما سمعت معظم القراءة، أنا آسف يا نبي سامي، لكن بحب لأنه كلامها يعني عدت عم تحكي، يعني طبعا سمعت أشياء عم تحكي أمور بشكل علمي ومنطقي، وأنا انتبهت على بقنوات أنه في ناس رافضة أن تسمع ورافضة تشغل عقلها، وأنا بطلب من كل واحد عندنا على القناة يروح على قناة الشجرة الفاسدي ويعمل عليهم ريبورت، كل واحد عندنا على القناة يروح على هذيك القناة ويعمل عليهم ريبورت لليوتيوب إنه هدول عم يدعوا للكراهية والفساد. أتمنى يعني لأنه هني هيك بيعملوا. يعني أنا سمعت حلقة من حلقاتهم، طبعا مو كلها هيك مقتطفات، شيء مرعب حقيقة، شيء مرعب تماما. يبحثون عن هي السيدة ميساء، أنا ما كنت أعرفها حقيقة، لكن بحثت عنها. هم يخافون من أي فكرة حرة، هم وخاصة إذا جاءت من امرأة أو المرأة مسلمة سيلحقونها إلى آخر العالم ويقتلونها. لا أعرف خوف من المرأة هذا من أين جاء، من نبيون، من مجتمعاتهم؟ إذا المرأة بخير أنت بخير يا رجل، أنت بدك تحرر فلسطين، أنت كيف بدك تحرر فلسطين؟ بشو؟ بالسكاكين مثل ما عم تعملوا بأوروبا؟ العالم عم يكرهنا كل يوم، نحن بنكره حالنا، نحن صرنا نكره حالنا قد ما عم ينحكى علينا وقد نحن مو متخلفين. نبي سامي، أوكرانيات إجوا من يعني شو سنتين هوني أو سنة، شوفهم يعني كل واحدة عم مشتري سيارة، عم يشتغلوا أولادهم أهلهم، قيمتهم بالمجتمع مع كله بده يشغل الأوكرانيات، بيشتغلوا أي شغلة تعرض عليهم، المهم يعيشوا بكرامتهم، جميلات حلوات، تلاقي كل أسبوع يوم أحد بتلاقي الأب والأم أخذ بنت صغيرة على البيكنيك، على المسبح، على الموسيقى، بتروح على ملاعب الرياضة هوني ما بتلاقي ولا واحد عربي أو مرأة عربية. أوكي بدك تحجبي يا أخي تحجبي أوكي، بس خدي أولادك يطلعوا من هاي القمقمة اللي أنت حطيتي حالك فيه. طب شو ذنبون هدول الأطفال؟ ليش بدك تبعتي لنا يا هوني؟ انقطع الصوت عندك أختي ابتسام، انقطع الصوت عندك. وهلا هلا رجع. نعم هلا اوكي رجع. لانه كان وانت كمان عندك النت هي طبعا. المهم فانا ما لا يعني لا ارى خيرا بهذا الجيل اللي اجى جديد لهون او لاوروبا طبعا، لانه يحمل مثل اذا هذا الشجره المثمره لهم الاف من المتابعين، معناتها عندك أنت آلاف من القنابل الموقوتة، صح. جاهزي للانطلاق، صح. جاهزي لتسمع من تلوى لدكتورة نهى روحوا لحول فلاني بالمكان الفلان. أنت بتعرف كم امرأة من أوروبا تختبئ بأمريكا وبكندا، لأنه أمريكا وكندا صعب يلاقوهم، لهم
مأوى خاص فيهم هدول الهربانين من أوروبا من عائلاتهم، هي اللي أتيح لهم الهرب، بينزلون عمرهم 14 سنة على العراق وعلى سوريا أو لبنان وبيزوجوهم وبيقعدوهم هنيك، بيرجعوا البنات بيلاقوا طريقة يرجعوا فيها هني عمرهم 20 معقدين. يعني شو هالسمعة اللطيفة لهالعالم هدول؟ نحن ما بنكرهكم، بس نحن بنكره شو، كيف بتكرهوا نفسكم؟ إذا أنتوا أمهاتكم ما علمتكم تحبوا، يا أخي علموا أولادكم الحب، أو على الأقل يعني تجنبوا تكونوا مدعاة للقتل. روحوا احموا الكعبة من نسائكم من التحرش، وأنا واثقة كمان الشباب بالتحرش. يعني هناك مليون مشكل أنت تعاني منه، لماذا تلحق النساء اللي عندهم كلمة حرة؟ قديش مفتخر بنفسك أنك تدعو الشباب الصغار يروحوا يقتلوا ويروحوا يفتشوا على الناس على امرأة؟ شو هالرجولي العنيفي أنه أنا سأبحث عنك وسأجدك؟ ولا شو عملت؟ أنت أكبر قوة تمتلكها إسرائيل لتدمرنا، أنت السلاح التي تحارب فيه إسرائيل الوطن الخربان العربي هذا إذا بدي سميه، أنتوا استعمار داخلي. على الأقل نحن بنعرف إسرائيل تروح بترمي عليها صاروخ صاروخين، أوكي بتعرف وين عدوك، لكن أنت عدوك بلزقك ببيتك، هون صعب انك تحاربه. اصعب انواع الاستعمار هو الاستعمار الداخلي، وانتم محتلين اوطاننا واسرائيل عم تضحك وتلعب، وانا واثقه بتمولكم انت والكنائس الانجيليه كمان حتى ما تزعلوا. حقيقه يعني الواحد وصل لمرحله في نقطه سواد بتاريخنا هذا، فكرنا من 1400 سنة عم في عالم لا بعدها يعني ماشي، وأنا بدي يعني رحمي، لا هي ما بحاجة لرحمتنا، لأنه هي فعلا اللي تركته وراء من الجرأة والشجاعة والشو بدي سميه، يعني أنه كتبت هذا الكتاب وبتعرف حالها ستموت. قديش إنساني قوية، وقديش ماتت وهي بتحب العالم. اللي بيكره هو إنسان جبان ضعيف مستلب. عن جد أنا هذا اللي بدي أقوله، لأنه اللي عم بسمعه نبي سامي بقول يعني لماذا إسرائيل لا تحتل الوطن العربي؟ لماذا؟ لا لماذا أمريكا لا تحتلنا؟ يعني ما عنا نحن العقلية الوطنية الحرة اللي بتدافع عن أرضها، أراضينا لا تعنينا، نحن ديننا فقط يعني. يعني أنا وين ما بروح على إنجلترا على أوروبا أنا بدافع عن ديني، آخر همي أرضي. والأوروبا والاتحاد الأوروبي اللي هني متمسكين فيه هو يدعو لذلك وعم يدعمهم، عم يدعمهم كلهم. بدك تدافع عن دينك أنا بدعمك أكثر، بس الأرض تبعك لا تكون إلنا. شوي شوي عم يفرغوا الوطن العربي من المسيحية، عم يأسلمون لأنه بيعرفوا المسلم منتمي لدينه. أنا طبعا لا أقول الكل، نحن لا ننتمي إلى أوطاننا إلى أرضنا، فلا تستغربوا يعني أنه يعني احنا متضايقين على ارض فلسطين، ولكن هن متضايقين انه دكتوره نهى محمود سالم عم تكتب ضد الدين. اوكي انت فقط من جبنك وضعفك فيك فقط تقتل امراه؟ ليك غزه رفح قريب عليك، قريب جدا يعني ما انا بعيده عنك، ومسمح لك تروح بدون أي حتى جواز سفر.
شكرا نبي سامي، خشيت أن شكرا بعد إذنكم. أنا يهمني تعليق الأخت ابتسام على حدث وقع في فرنسا البارحة أو قبل البارحة. يعني 3 أطفال، واحد عنده 12 سنة والاثنين الآخرين لهم 13 سنة، أخذوا يعني طفلة يهودية عمرها كذلك 12 سنة واغتصبوها في وقت كانت كل الجامعات وكل الأحزاب يعني المعارضة تساند فلسطين إلى آخره، فتحول الرأي العام لهذه المسألة، كيف لأناس يربون أطفالهم على اغتصاب طفلة يهودية عمرها 12 سنة. تخيلوا يعني كل ما كسبناه وكل ما كنا ندافع عنه منذ يعني قصف فلسطين تبخر تبخر بمجرد يعني حدث بين ديانتين أطفال مسلمين يغتصبون فتاة عندها 12 سنة لأنها يهودية. فبدأت المظاهرات تخرج في الشارع، وكل ما فعلناه منذ البداية للدفاع عن فلسطين سوف نخسره لمجرد أن هناك إنسان رجعي لم يربي أطفاله. شكرا على تعليقاتكم. شكرا أختي، شكرا أخي حميد، كلامك سليم. ممكن تفضلي تفضلي ابتسام. شكرا تأييدا لكلام الأخ حامد بن حمو، من يومين كمان بتورونتو بأونتاريو 3 مسلمين. طبعا أنت كيف بتعرف أول ما عاد بيقولوا أسماءه، بعدين محمد وخالد، تخيل عم وفي معهم مرة عم يتقاتلوا، فاتوا على حضانة أطفال ذبحوا بعض، واحد اللي عم يقتلهم قتل حاله أمام الأطفال. يعني بعدين هون العرب أو نحن يعني ما عم نستوعب سياسة ما بدي أسمي حتى ما يكون يعني. أول ما أجوا السوريين لهون صار في حالات اغتصاب كتير، صار في تحرش جنسي كتير. إذا لو معي الصورة حتى أبعت لك إياها تحطها على هاي. تخيل صاروا يحطوا بالمسابح صور إنه كيف أنت لازم تلبس، كيف انت لازم تقعد بالمسبح، كيف انت لازم ما تقرب على وحدي تملى الميو عنا او تسحب الميو عنا. هذا شوف هذا الى جانب الصور العاريه اللي كانوا متبادلين السوريين لما وصلوا على كندا وصاروا يتصلوا ببعضهم ويهددوا بعضهم بالقتل اذا ما بتحكي معي بدي انشر صورك على الانستغرام والوسائل التواصل. بالبداية صار يقولوا من ميدل إيست، بعدين نو 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 لازم ما نحكي نحن منين هدول الشباب حتى ما يعني نهيج المجتمع الآخر عليهم إنه يصيروا يكرهوا الإسلام أو السوريين أو كذا، لكن صار الشعب يطالب بذكر أسماءهم. هلأ إذا بتشوف مثلا لما بيكون في جرائم بتضحك يعني، بس تضحك من الأسى انه او اكيد هذا مو ابيض اذا ما ذكر اسمه، اذا ذكروا اسمه دغري بيقولوا هذا ابيض. عرفت كيف؟ فيعني هني مش حبا فيك ما عم يذكروا اسمك، بس رح يجي وقت يستخدموك مثل ما بدهم ويقولوا لك تعال اقول لك انت نحن سامحناك بهالجريمه، بدك تروح تقتل فلان وعلان،
تبعتك على سوريا مثل التوتو، بدك تعمل هيك وتسوي هيك، لأنه سوريا ما عم ترضى توقع معنا معاهدات، نحن ما نضغط على سوريا. وهني السوريين معظمهم إذا بسمعوا بتركيا هون، نحن عم نجهز حالنا نروح نقتل بسوريا، بيقتلوا أشخاص معينين ما بدنا نقول أسماء كمان. الاغتصاب لا التحرش لا تعد يعني. طب وبعدين؟ وهدول بتلاقيهم طالعين نبي سامي عم يطالبوا بتحرير غزة ورفح، هدول ها. لذلك ما في شيء، ما منوصل نحن لشيء. شوف جامعات تورونتو يلي من الدرجة يعني من شو بيقولوا السمعة الأولى بالعالم، كيف صايرة؟ أنت بدك حقك والعالم تشوفك، لازم تبريزنت يور سيلف بأجمل ما يكون، بأنظف ما يكون، بأهدأ ما يكون، حتى الناس تسمعك وتحترمك. للأسف ما في. وهي يعني هي القنوات مثل يعني شيء معيب. شباب كل واحد مثل الحبقة قاعد عم يشجع العالم على القتل، عم يبحث لنا يعني. أنا بستغرب ليش ما نعمل له تقارير لليوتيوب يوميا يوميا يوميا. إنسان يدعو للقتل. إذا اليوم دونالد ترامب قال كلمة فعلا قال للشعب وقتها العرب والمسلمين وكتير عالم إنه شمتانين فيه، إنه بيستاهل كل هذا التعذيب، فقال لهم شوفوا إذا قدرانين هني يعملوا يقيموا علي كل هاي القضايا، فلا تستغرب إنه يدق على بابك ويقول لك ما وراي. فلا نستغرب أبدا إن نحن نكون محل لنهى. دكتورة نهى المرحومي الشهيدي أنا بقول عنها، كل النساء لا تستغربي إنك تكوني أنت محلة. وبكل بساطة أينما كنت بالوطن العربي وحتى بأوروبا يجي يقتلوك ويمشوا ناس بدون الأخلاق الحاملين، أخلاق دموية، غزو. ما تقولوا لي ما 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 بيأثر كلامهم، لا بيأثر، لأنه في أطفال مثل هذا اللي راح اغتصب البنت عمرها 12 سنة، في مثله متايل محرومين من الجنس، واعدينهم بالجنس بالجنة. طب لقوا بنت. ما أنا ما أدران على إسرائيل بروح بغتصب بناتهم، ما أدران على إسرائيل بروح بقتل بنات الإسلام، عدوا وتحجبوا وإلا بدنا نقتلكم. هي الرجولة عندكم؟ لذلك أنا بقول لك النبي سامي الرجل الأبيض عنده كرامي، لما بتنقه عليه كرامته لا يعني شيء بالعالم غير حقه، ما بيروح بيقتل أنا ما عم بقول أوروبا وكندا وأمريكا ما فيهم مشاكل، لا فيهم، والمرأة عندهم بتنضرب وبتندبح، لكن ليس عن الشريعة. والناس ما بتدافع عنه، نحن بيدافعوا عنه بيغطوا عليه. اي حرام، إيه هي عملت هيك، نحن مجرمين حقيقة يعني. عنا هي روح الإجرام غريبة. اي طيب معلش ويقتلها، هي عملت هيك معلش. اف شو بقرة هي؟ بنرجع نحن لذبح الحلال. هذا الذبح الحلال بيخلي الناس تصير مجرمة. لما أنا بذبح بقرة وغنم يومياً أنا بتعلم الذبح، وابني اللي عم يشوفني عم اذبح كمان بده يصير مجرم مثلي. شكراً نبي سامي. شكراً أختي. آسفة على لا لا، حسناً فعلتي، حسناً فعلتي. هذا أخي محمد أحمد، شوفي شو كتب لنا: إن الذين كفروا سنصليهم نار. يعني ما وجدت كلام غير هيك، ما وجدت كلام غير هيك. طيب نحن سوف نصليهم حبا وإنسانية إذا تقبلوا منا ذلك، لكن لا أظنهم يعني يحبون الحب والإنسانية.
كنت أنا حين طرحت السؤال على ما وقع في فرنسا ونحن في يعني انتخابات سريعة جدا، يعني في 30 في الشهر سوف تكون لنا انتخابات برلمانية، وهذا الواقع الذي هذه الحادثة التي وقعت سوف يعني ربما تعطي أهمية كبيرة لليمين المتطرف، يعني المتعاقد مع نتنياهو، والتي سوف تؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على الحرب في فلسطين والغزاويين إلى آخره. فأنا أظن أن يعني هذا المتطرفين السلفيين يحفرون قبر جميع العرب، بما لأن حين سوف يصعد اليمين لا ينظر إلى ديانتك، ينظر إلى بشرتك. اليمين المتطرف ينظر إلى من أين أتيت، وهل أنت أسود أو بني أو كذا أو كذا، ويطبق عليك قوانين عنصرية لترحل. فسوف ترحل وترحل حتى الناس الذين لا يستحقون الرحيل، لأنكم يعني تفسدوا في الأرض أكثر مما تصلحوا. ويعني كنا قد نعمل جديين على إيصال صوت العربي كأنه إنسان يعني يعيش مع المجتمعات ويحترمها ويأخذ في نفس الوقت قيمة مضافة، فأتيتم وأنتم تحطمون هذه القيمة المضافة التي اكتسبناها في أوروبا وفي الدول جميع دول العالم، فأصبحتم أينما ذهبتم تضربون، سواء في الصين أو في أي مكان، حتى في بلدانكم تقصفون. ف يعني أنا يعني أشفق على ذكائكم، يعني الذي لا يتعدى ذكاء حتى الطيور، أظن أنها أذكى منكم. شكرا. شكرا أخي حميد. أنا أنهي هذه الحلقة، أختي ابتسام مسك الختام وننهي دقيقة. شكرا أبي سامي، شكرا أخ حامد. لو نحن شعبنا يتخلى عن مرض الزعامة، نحن مستحيل حد يقبل فينا أنه حد تاني يكون أعلى منه رتبة. فلذلك تلاقيهم لما بيطلعوا على الغرب ما بيقدروا يتوظفوا بالحكومات، تلاقيهم معظمهم بيفتحوا محلات شاورما ومحلات صغيرة، المهم أنه ما بده حدا يحكم فيه، بيحب يعيش حر. وهي مانا حرية، إذا أنت ما يعني كيف بدك تعرف حر لما تعيش مع الآخرين وتنخرط فيهم؟ هيك أنت بتكون عم تنسلخ عن المجتمع وتمنع أولادك من حرية أنه يكونوا جزء من هذا المجتمع اللي اجوا عليه. لذلك نحن نبقى 3-4 أجيال وبعدنا راوح مكانك، واللي بيصبح مجرم، اللي بيصير عنده مشاكل، وقليلين اللي بينجحوا. وبتمنى كل واحد عنده حقد وكراهية يروح يقرأ، يعني يقرأوا قراءة غير القرآن، غير الكتب الدينية، حتى هيك ننظف نفسنا شوي من هالكتب ما بعرف شو بتسميها. وشكرا نبي سامي على أنك فعلا حطيت الدكتورة الشهيدة نهى محمود سالم بالضوء، لأنها هي تستحق ذلك فعلا. وتصبحون على خير. تصبحون على خير أجمعين. نلتقي غدا لنكمل القراءة.